استاذ طارق، كنا بنتكلم اثناء التقرير ان انا شايف، ويمكن الناس تستغرب الكلام شويه، انا يعني مش هقول لك اتبسطت، لكن قلت فرصه كويسه ان عمرو السولية يطرد في الوقت دوت. وقت كان صعب جدا، لان دي كمان ممكن تجربه تحدث في المغرب، انك تفقد لاعب من اللاعبين اثناء المباراه، وبالتالي الشكل او التكتيك المعين اللي انت تقدر تلعب بيه اثناء النقص العادي ده. النادي الاهلي ظهر وعمل شكل كويس قوي، لعب 4-4-1، ف يعتبر ده جزء كمان من مكاسب مباراه بيراميدز، انك اعتبرت جزء او بروفه متكامله زي ما بيقولوا اللي هو مباراه الوداد. هو فعلا كلامك مظبوط. وانا لو انت سالتني ايه اهم مكسب من مباراه بيراميدز، بعيد عن المكاسب الرقميه اللي هو النادي الاهلي ما زال مستمر فيها، ومنها الحفاظ على شباكه للمباراه ال 12 على توالي، ورفع رصيده الى 86 نقطه يعني قدام مباراه طلائع الجيش، لو كسبها هيبقى اعلى عدد نقاط في تاريخ الدوري، بجانب 9 ارقام الاهلي وصل لتسع ارقام قياسيه ممكن لو فاز بمباراه طلائع الجيش المتبقيه. بعيد عن الارقام، انا شايف ان اهم مكسب للنادي الاهلي في هذه المباراه انه اتحط في الموقف ده، موقف صعب جدا كان الاهلي مر بيه حتى في دوري ابطال افريقيا السنه دي امام النجم الساحلي. لما يعني حاله طرد المبكره جدا وقتها، كان النادي الاهلي اتعرض انه يلعب 10 افراد تقريبا، نقدر نقول 85 دقيقه من 90 دقيقه، فهو اتعرض بعيدا عن الطرد، يعني مش لازم الاهلي يفقد لاعب، بس النادي الاهلي نتيجه النقص الشديد في مركز قلب دفاع اللي لم يعد عنده الا الاثنين اللي موجودين اللي هم اساسا بيلعبوا قلب دفاع، اللي هم ايمن اشرف وياسر ابراهيم. اي لاعب تاني هيلعب او هيقدر انه يلعب هو مش مركزه الاساسي. ده طبعا موضوع صعب جدا قدام لعيبه عندها القوه البدنيه وعندها عنصر الطول، خلي بالك عنصر الطول ده مهم جدا، سواء موجود في كازادي كاسينجو اللي بيلعب راس حربة اساسي، او في ايمن الحسوني اللي بيلعب تحت راس الحربة او بيلعب راس حربة لو كاسينجو ما لعبش. عندنا كمان وليد الكارتي، من لعيبه كتير جدا عندهم بنيه قويه، فمحتاج النادي الاهلي انه يلعب بالطريقه اللي تعرض ليها في مباراه بيراميدز. في مباراه بيراميدز فجاه انت ما عندكش لاعب، فمضطر ترجع مجدي قفشه جنب اليو ديانج، وعارف اليو ديانج اداء هو ده اللي احنا منتظرين منه في ادائه في المباراه ديت، يعني لعيب انت محتاج، زي ما انا حتى كنت بعلق في قناه الاهلي على المباراه امبارح، قلت ان اللي حجز مكانه من تشكيله النادي الاهلي بشكل مؤكد هو اليو ديانج، لان اليو ديانج اصبح هو والسوليه، انا من وجهه نظري يعني الاثنين الافضل، على ان حمدي فتحي لو ما احتجتوش في مراكز قلب الدفاع فانك انت عندك لعيب زياده يقدر ينفعك حتى خلال المباراه لو احتجت اللعيب. يعني تفضل البدايه باليو ديانج مع عمرو السوليه، وحمدي فتحي عنده مهام خاصه انه لو احتجناه لا قدر الله سرد باك يبقى جاهز انه يكون موجود، او يعني واحد على الدكه بروحين زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده. فاحنا بنتكلم على برضو اللعيبه المتاحه دلوقتي، انت عندك لعيبه متاحه، بس انا عايز اقول حاجه، انا يعني بتمنى ان دي ما تحصلش، لان انا سامع في الكواليس كده ان موسيماني عايز ممكن يغير طريقه اللعب او كلام من ده، وده اخطر شيء. الكلام اللي انا كنت بقوله يمكن وكنت بقوله على الهواء هنا في قناه الاهلي في نفس يوم مباراه الاهلي والزمالك الاخيره، اللي كنت بقوله على ان مهما كان انت عندك استراتيجيه بتلعب 4-2-3-1 وخلاص اتعودوا اللعيبه عليها وعلى مهامها، يبقى انت تنفذ نفس الطريقه حتى لو فقدت بعض اللاعبين الاساسيين لتنفيذ طريقه 4-2-3-1، مش انت فقدت بعض اللاعبين تقوم تحول الطريقه مثلا ل 4-3-3 زي ماتش الاهلي والزمالك. ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك؟ انك انت ما كانش عندك اطراف خالص، كل الاطراف اصيبت، حسين الشحات بعيد، واحمد الشيخ اصيب، وحتى جيرالدو اصيب، يعني ما كانش عندك اطراف، فعملت ايه؟ راح جاي فايلر، ودي اكبر خطا عمله خلال مسيرته اللي اعتبرها انها كانت مسيره ناجحه جدا مع نادي الاهلي، اكبر خطا عمله انه راح معدل الطريقه ل 4-3-3 ولعب بثلاثه الارتكاز اللي هم الثلاثه بتوع حمدي فتحي واليو ديانج والسوليه، والنتيجه ان الثلاثه ما فيش حد عارف واجباته، يعني انا عليا ايه؟ يعني ديانج ده عليه قلب الملعب، خاصه كان تايه شويه في حته انه بيطلع طرف يمين بيلعب يمين ايوه بالظبط، هو انت فجاه بتفاجئ اللعيبه ان انت هتلعب طرف يمين وحمدي فتحي هيلعب طرف شمال والسوليه هو اللي بيبقى في النص، وكل واحد مش عارف مهامه. ناخد راي استاذ محمود.